مدينة تقع في كرواتيا اسمها دوبروفنيك. اشتهرت ليس فقط في موقعها الجغرافي أي غربها البحر الأدرياتيك والجزر النادرة بجمال طبيعتها، شرقها الجبال الصخرية الخلابة، وإنما أيضا في سورها الحجري الذي يحيط في المدينة في كل مكان ويعتبر ثاني أعظم سور بعد سور الصين العظيم. هذه الميزات الجغرافية جعلتها أن تكون ليس فقط مدينة جذابة للسواح من كل دول العالم، وإنما أيضا مكان للتصوير أشهر وأعظم الأفلام والمسلسلات كصراع العرش Game of Thrones. دوبروفنيك كرواتيا. شلونكم الشباب؟ شلون صحتكم؟ اتمنى انه انتم بخير دائما، واهلا بكم في قناة بلو. كما تعرفون حاليا متواجد في مدينة دوبروفنيك كرواتيا، تقع في جنوب كرواتيا. ليش جيت هنا؟ هاي المدينة جدا مهمة تاريخيا، تعتبر من ثاني اعظم المدن من حيث السور الجدران بعد جدران السور العظيم في الصين. اكيد راح اخذكم من الداخل ورغل للداخل وشوفكم مناطق الأثرية والبناء وكيف إنه هاي المدينة محوطة بهذا الجدار لتحمي نفسها من الأعداء في أيام زمان. عمر المدينة تقريبا 700 سنة، تمام؟ وأيضا صار بها تصويرات ومشاهدات مهمة مثل مسلسل Game of Thrones صراع العرش. راح أحاول أيضا أشوفكم هاي المشاهد، مكاناتها شوية صعبة جالتها، ولكن راح أحاول أشوفكم هاي المكانات مالتها وأشوفكم أيضا المنظر والجزيرة والبحر الأدرياتيك من هالمكان، وايضا الجبال. المدينه هاي تمتاز انه بها درايج، يعني اللي عنده مشاكل بالقلب ما يقدر يجي هنا يطلع بالمدينه، لازم يكون شويه واحد عنده طاقه ورياضه ورشاقه. حاليا هذه البوابه الرئيسيه، المدخل الرئيسي للمدينه القديمه اللي اسمها بلوتشا، ندخل من هناك. اذا تلاحظون شوي، اذا نزوم شويه، تمام، الفصال من هاي البوابة انه شلون ايام زمان ما يجي الاعداء راسا تسد البوابة، فاكو بين البوابة وبين الجسر مثل الفراغ حتى الاعداء لا يتقدمون، ومن فوق يكونوا دول الحراس اللي يكسرون على الجدار يزتوا لهم الزيت الحار او الاسهم والى اخره. المهم اتمنى منكم طلب صغير، اريد منكم دعم معنوي، اتمنى منكم تشاركون، حطونا لايكات وحطونا كومنتات ويا اصدقائكم ويا عائلتكم، ترفعوني شوية المحتوى. انا شوية اريد دعم معنوي، ما اريد منكم فلوس او شغلة، فلا تروحون بعيد، ظلوا ويانا، راح احاول اخليكم تستمتعون بهالاجواء الموجوده في كرواتيا دوبروفنيك. تحياتي لكم، راح نبدا الجوله الان. ليتس جو. كما ترى عزيزي المشاهد والمشاهده، الاجواء هنا جميله، ميناء للسفن، هاي السفن اكيد ياجروها يروحون على الجزيره اللي قدامنا. مدينه تاريخيه ذو تاريخ عريق جدا. لليمين هاي نشوفه بالأفلام، هذا المدخل الرئيسي للمدينة، البوابة الرئيسية لهذه المدينة القديمة، مع أيضا الجبال تحوط فيها في كل مكان.
بكنيسة كاثيدرا تاريخية أيضا. شوف الشوارع المدينة فقط للمشاء ليس للسيارات، لأنه تخطيط المدن القديمة كان هيك شيء، ما تركوا السيارات قبل، حصن ومشاء فقط. هي جدا حلوة جميلة. هذا مركز المدينة، شوف الكنيسة مرة ثانية. الله أعلم يمكن هذا أحد الشعراء هو القيادة اللي أذن قبل حطيت مثلا هنا. يوجد هنا بازار ماركت شعبي. يسموها هويستر بالانجليزي، اللي مثل القواقع، ولكن يقولون هنا في دوبروفنيك انه الافضل، تكون طرية مع الليمون تاكلها تستمتع بيها. راح اكلها هاني. وهاي سلطة الاخطبوط، نشوف بيها اخطبوط مقطع ويا طماطة ويا الليمون، راح ناكلها من هنا ونشوف ردة الفعل مالتنا. احنا مشرين بلك البحري فراح ناكل ونشوف ايش راح يصير ويانا. الخطبوطات من القوقعة طبعا. اوكي عجبني الخطبوط القوقعة، عشان احس هيك شوية بايتة. هذا المكان هنا من جدتي الملكة سيرسي، نزلت الدرايج وكان يضربوها يشتمون عليها، يقولوها عار عليك عار عليك وكان نزل من درايج. هو هذا المكان بالضبط اللي صار في الكابيتو العاصمة كينغز لاندينغ. A sinner comes before you. Cersei of House Lannister. Mother to His Grace King Tommen. Widow of His Grace King Robert. She has committed the acts of falsehood and fornication.
أجواء مدينة في الليل. ما تميز البحر من السماء. أجواء المدينة في الصباح هدوء تام، المنظر الخلاب والبحر. نقدر نسبح هنا، الجو يفتح حاليا 24، بس شوية برياح، يعني شوية تحس البرد. يمكن بعد ما الشمس تطلع أكثر شوية الجو يستعدل نسبح. ليش لا؟ نحاول بهذا الفيديو أن نصور الأماكن اللي صار بيها المشاهد من صراع العرش مسلسل Game of Thrones. حاليا نحن راح نطلع جولة صغيرة اللي هي يسموها جولة السور، تدفع تذكرة تطلع على الدرايج تاخذ جولة حول مدينة السور كلها كاملة. فراح نشوف المدينة من فوق شلون محصنة. هذا المنظر من فوق، شنو قبل شوي هناك واقفين. هي المدينة الوحيدة اللي حتى الآن اللي السور مالتها صمت، لذلك حطوها في اليونسكو تراث الحماية. أكيد راح نقدر هم نشوف المناطق اللي تم تصوير فيها Game of Thrones. كما ترون أقف حاليا على أعلى النقاط من السور، وورائي هذا المنظر الخلاب، المدينة القديمة التي بنت في عام 1500، يعني في القرن 15. مدينة جدا سياحية جذابة، البحر، الكنائس، كلها تصميم معماري يسموه بالرينيسانس بالإنجليزي والعربي ما أعرف، راح أشوف ترجماتها بعدين وأكتب لكم إياها تحت. مدينة سياحية أنصح بها للزوار، بس اللي ما عنده مثل ما قلت الجهد الرياضة يعني راح يكون صعب التنقل في المدينة. راح أعطيكم لمحة أكثر عن المدينة من غير مناطق، راح نتوجه هناك. طبعا هناك همنا قلعة، نطلع للأعلى. ليش قلت لكم انه هاي تعتبر كسور الصين؟ اشوفوا الناس اللي يمشون هناك، اعزوكم شويه شوفوا
داير ما داير مدينة تطلع فوق السور تمشيها. ها السور جدا جدا طويلة، كمل تروح هناك وتلف وترجع مما بدينا من البداية. أنا حاليا تحبت بصراحة، لازم أكمل. القلعة اللي قدامي تعتبر أعلى نقطة في السور، راح نطلع إن شاء الله إلى الأعلى ونرى المظهر، أو المنظر، يا مظهر، المنظر الجميل لهذه المدينة القديمة. شوف مدرسة، وعلى مدرسة ملعب كرة سلة وكرة قدم للأطفال، فكرة حلوة. هذا أيضا مشهد آخر من مسلسل صراع العرش، تصوره هنا الترجيريان اللي هي سيدة التنانين، كانت واقفة هنا. هذا المنظر، كان الديناصورات مالتها اتوقع في داخل هذا المبنى. Is this a riddle? تسمعوني يا شباب دقة الجرس والكنيسة، لكن حبيت أقف هنا أشوفكم المنظر الآخر من صراع العرش Game of Thrones. كان هنا كل منظر وقفت عليه صورته راح أذكركم به من المشهد اللي صور في المسلسلة، تتذكرون الصور جدا عملاقة عملاقة جدا. Sir Loras of House Tyrell, you have broken the laws of gods and men. Who do you think you are? Justice. هذه النافورة الأنافرو اسمها، كانت بسورة سابقة عن الماء للشرب إلى جميع المدينة، وما زالت لحد الآن الماء فيه للشرب. تصميمها حلو جدا، في حنفيات بال 16 حنفية، ناس هناك يقعدون يشربوا الماء. والأحلى أنه هو الشارع الرئيسي في المدينة القديمة اللي يتصل بوابة اللي في الجانب الأمامي والجانب الخلفي مع الأسواق والمحلات والمطاعم. أيضا منظر خلاب جدا حلو. هكمل تسلق الحائط السور. هسه يلا وصلنا نص الطريق طبعا. هذا هو الباب المخرج من المدينة القديمة.
كما ترون هذا الباب الخفي المخرج من المدينة. وصلنا إلى جهة البحر، تشوف إنه هذا القصر يقع على حافة من الجبل الصخري، منظر هائل ومخيف في نفس الوقت. نكمل الصعدة إلى فوق. هذا المشهد الأخير من مسلسل صراع العرش أو Game of Thrones. أيضا راح أسوي اللينك to the actual scene، المشهد الحقيقي اللي صار هنا أيضا في هذا المكان في هذه الدرائج. Yes, we are swollen, bloated, foul. Brother fornicates with sister in the bed of kings, and we are surprised when the fruit of their incest is rotten. كما ترون أعزائي المشاهدين، وصلنا الآن إلى نهاية الجولة في السور. طبعاً تشوفوني من هك تعبان، كلش تعبان، مشيت هواية، سلقي طلعت لي جوا. Anyway، راح ننزل تحت ناكل شيء نرتاح شوي، وإن شاء الله نروح الجزيرة. القيادة تروح البيت. كان أيضا مشهد جدا مهم عندما كانت تريد سانسا الهرب من كينغز لاندينغ، تارن ساعدها في الهروب. كانت تصير مشهد بالضبط من هذه المنطقة عند هذا القصر وعند هذه البوابات. جانب آخر أيضا حدث المشهد هنا أيضا في السفينة. Lords and ladies can get drunk on better wine than they deserve. Why should I make up a story when I know the truth? Because the truth is always either terrible or boring. Lovely day for it. Watching the ships? Lord Baelish. Might I speak with Lady Sansa alone for a moment?
Dorne, and where Brisella dies. May the mother give her health. May the crown give her wisdom. Grant her strength. One day I pray you love someone. الفيديو للأخير، كما ترون أنه الجو صار ممطر، فننهي الحلقة هنا وإن شاء الله نسوي حلقة جديدة في مكان آخر في أوروبا. أتمنى يصل هذا الفيديو إلى 500 مشاهدة و50 لايك، ما راح نطلب أكثر، رغم أن مرة ما وصلنا هذا الرقم، أتوقع واقع شوية. حطونا لايك واشتراك وكومنت، وإذا ما عجبكم شيء وعجبكم شيء تقولنا في الكومنتات. شكرا جزيلا، مع السلامة.